خلينا نتكلم بقى على الخدمة نفسها، يعني الخدمة الطبية اللي ده يهمنا، يعني هذا الجزء في المقام الأول. دلوقتي الخدمة اللي هيحصل عليها المريض هتكون عاملة ازاي؟ ازاي هتكون مختلفة عن شكل المنظومة القديمة؟ وكمان ايه التخصصات اللي بتشملها هذه يعني المنظومة الجديدة؟ طيب خلينا نوضح حاجة. منظومة التأمين الصحي شامل، تمام؟ أنت دلوقتي لما في المنظومة القديمة لما كنت بتحب تروح تاخد خدمة طبية كنت بتروح للمستشفى. كلنا كنا بنروح العيادات اللي في المستشفى، وبالتالي كان بيشكل ضغط وعبء كبير على المستشفيات. في منظومه التامين الصحي الشامل الجديد لا، بنعيش بقى فلسفه النظم الصحيه العالميه المتفق عليها، ان انت لما تروح خدمه طبيه اول حاجه بتروح فين؟ وحدات الرعايه الاساسيه او الاوليه اللي هي الوحده الصحيه اللي جنب البيت. بتروحها وبتكشف عليك في طبيب اسمه طبيب اسره، ده بيبقى استشاري عام او ممارس عام، بيقدر بيبقى عنده القدره على تشخيص امراض مختلفه. بس هو يحدد انت دلوقتي لو انت بتشتكي من حاجه بتتطلب ان انت تروح لمستوى اعلى من الاحاله، يعني محتاج ان انت طبيب متخصص في مرض معين في مخ واعصاب او ما الى ذلك، يعني في بيحولك هو للمستشفى ويحدد لك الميعاد اللي تروح فيه عشان تيجي يتم الكشف عليك وتاخد الخدمه الطبيه. وبالفعل الشكل ده احنا شايفينه في عدد من الدول مطبق في يعني منظومه الصحه في مختلف الدول، هم بيتبعوا نفس النظام. بالظبط. فاحنا المشكله ان قبل كده ما كانش ده بيطبق، فبالتالي احنا كنا بنستهلك المستشفيات بتاعتنا وبيتم ضغط كبير على العيادات عندنا فيها. لكن بالمنظومه دي هنقلل الضغط على المستشفيات والعيادات ونفعل الوحدات الرعاية الصحية بتاعتنا. طب هنا السؤال في فكرة ان هو ما يكونش في ضغط على المستشفى ويكون بيمر بالمراكز الصحية، في بعض النماذج في الدول بيحصل تأخير في وصول المريض للمستشفى او ان هو بياخد ميعاد متأخر نتيجة هذه الإجراءات. هل ممكن في مصر نشوف بيبقى فيه زي لستة انتظار او قوائم علشان لو هو يستحق او حالته بتستدعي ان هو يروح المستشفى الموضوع هياخد وقت؟ طيب المريض اللي هو جاي ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو طبيب الاسره، الطبيب ده مبدئيا هو عالميا بيبقى عنده القدره على انه هو يعالج حوالي 80% من الحالات او 70% من الحالات اللي بتتردد للوحده الصحيه. وبالتالي احنا عندنا 70-80% من الحالات بتروح المستشفى وبتعمل ضغط عليها دون الحاجه ان هي تتطلب المستوى ده من الاحاله. مستوى الإحالة المستشفى ده بيبقى اسمه المستوى الثاني من الإحالة، وده بيبقى عايز يبقى الشخص اللي جاي فعلا بيبقى بيشتكي من حاجة معينة زي ما حضرتك بتقولي إن هو حالته حرجة أو مستعجلة. فالطبيب دوت بيشوف في حالات بيعالجها ويقدر يديها أدوية بيعالجها وخلاص بتنتهي المرحلة لحد هنا، وفي حالات ثانية إن هو بقى بيحولها ومدى درجة الحالة دي هل حرجة هل تقدر تستنى ولا ما تستناش. هو ده بقى اللي هو طبيب الأسرة هو اللي بيحدده. وحابين برضو ان نوضح حاجه. اتفضل. انت قبل كده كنت بتروحي المستشفيات الحكوميه، لكن في منظومه التامين الصحي الشامل المواطن هو اللي هيحدد يروح انهي مستشفى حكومي ولا خاص. ما دام منظومه التامين الصحي الشامل قبل ما يعني حضرتك المستشفيات اللي موجوده او اللي بتقدم الخدمه يجب ان تعتمد ويتم تسجيلها واعتمادها من هيئه اسمها هيئه الرقابه والاعتماد الصحي، وتوفر لها مجموعه من الشروط وتنطبق عليها. شروط دي بتتعلق بمستوى الخدمة وعملية تقديم الخدمة ومعايير معينة. لما يتم فيها ويتم اعتماده يخش ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل كمستشفى حكومي أو خاص. عملية الانضمام دي ممكن تكون بتستغرق وقت قد إيه؟ نعم؟ عملية الانضمام أو يعني إن هم يتحققوا من توافر الشروط. المعايير موجودة بيبقى موجودة على الويب سايت بتاع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنت لو جاهز بيها تقدر تسجل النهارده وممكن تخش على طول ما بتاخدش وقت، لان هو بيبقى حريص على انه يدخل المنشات ديت، يعني هو بيبقى والى جانب ان فيها معايير بتتعلق بالمنشاه وبنيانها، فهو لو في منشاه مبنيه بالفعل بس في بعض المعايير ما يقدرش يغيرها لان هتبقى مكلفه، فبيتغاضى عن جزء منها نتيجه يعني بيبقى في شيء من المرونه في التعامل، يعني هي الفكره مش فكره ان هو معايير صماء ما بتعطل دخول المنشات اللي هي الصحيه الخاصه، وبدليل ان في بعض المستشفيات الخاصه دخلت ضمن المعايير دي، وده من مصلحه المستشفيات الحكوميه عشان تقدر كمان تحظى وتخلق حاله من التنافسيه ما بينها وبين القطاع الحكومي
وان كل واحد فيهم يتنافس ازاي يقدم خدمه طبيه كويسه جدا للمريض ويحظى باكبر عدد من المرضى يجيله. عشان كل ده انا كمريض لما اروح اكشف عند مستشفى معينه او اعمل عمليه او ايا كان الاجراء الطبي اللي هتتخذه المستشفى، انا بدفع نسبه بسيطه جدا من الكشف او العمليه. يعني مثلا في عمليات كانت بتتعمل بمليون جنيه ممكن يدفع 400 جنيه. 400 جنيه؟ بمليون العمليه تكلفتها مليون جنيه ممكن يدفع هو المريض 400 جنيه او 300 جنيه. فالتامين بيشيل منه كل فتحمله هيئه اسمها هيئه التامين الصحي الشامل، هي اللي بتحاسب بقى المستشفى. تيجي للمستشفى وتحاسبها. والاسعار دي بتتغير طبعا وبتحدد وفقا لايه؟ التقييم بيبقى فيه لجنه بتقيم الخدمه ديت وبتقيم المستلزمات بتاعتها. ففي نفس الوقت هو القطاع الخاص بيبقى عايز يخش فيها عشان يبقى في حاله من التنافسيه تاخد اكبر عدد من المواطنين. انت عندك كام مليار او كام طبعا يعني اعداد كبيره جدا من المصريين متوقع يدخلوا المنظومه دي بمجرد انتشارها في مختلف المحافظات.